راديو بلس بلس كون راديو. الموقف ديال المركز الجهوي للاستثمار ينطلق اساسا من المهام ديال المركز الجهوي للاستثمار. شنو المهام ديالي انا كمدير المركز الجهوي للاستثمار؟ هو انني نساعد ونوجه ونسهل مأموريات المستثمر. من هذا المنطلق الموقف ديالنا هو موقف مؤيد للمشروع. مؤيد للمشروع والعدل على ذلك هو الجهود لما تحت توصيه السيد الوالي في الاول، اننا واكبنا المشروع من مرحله الفكره الى مرحله الحصول على العقار والتعاقد الى مرحله البدء في التصور العام للمشروع. ولكن اللي وقع هو هذا اللي خلى ان الانسان يوضع بعض التساؤلات. عندما ياتي المدير التصميم التهيئة العمراني ديال اكادير كيتكلم على منطقه زلزالية، وهذا الشيء جاء من بعد الموافقة المبدئية اللي وافق عليها المركز الجهوي للاستثمار في إطار لجنة الاستثمارات على فيزابيليتي، على جدوى المشروع، وحالوا على اللجنة الكبرى للاستثمار لا سي جي بي، اللجنة الكبرى للمشاريع. تيدرج المعطيات. المعطى الأول هو أنه المنطقة حسب هذا التصميم المديري هي منطقة زلزالية، وأي واحد عنده ذرة من المسؤولية سيتساءل هل نمرها على هذه الملاحظة مرور الكرام ونخليو المشروع، ولا وقعت شي واقعه الواحد يقول يبدا يتراجع ويتاسف، ولا نوقفوا واحد الوقفه ونسالوا ذوي الاختصاص شنو هو الواقع ديال هذا الخبر. هذا مترى هو اننا طلبنا استشاره من ذوي الاختصاص اللي في اعتقادنا ارتئينا على انه المركز، على انه واحد المختبر عمومي ديال المتخصص في الدراسات. طلبنا الدراسه ديالو على الضوء هذا المعطى ديال المخطط المديري، وكذلك على ضوء وثيقه سلمها المستثمر. فتبين ان هذا المشروع حسب هذه الاستشاره يوجد بين دو فاي، جوج ديال الفيالق زلزالي دو فاي سيسميك، وبدا تساؤل واش يشكل خطورة على المشروع وعلى رواد المشروع؟ نعم، إذا كانت نعم غادي نقولوا للسيد يجب إعادة النظر في المشروع، مكوناته، مكانه، يمكن نعود لا نستمر في المشروع ديالنا. هذه الوقفة وطلب المشورة وانتظار رأي الخبراء هو الذي أثار هذه الضجة. كان اليوم واحد التعامل الصحافة مع هذه المعلومة بنوع من الحماس الزائد، وانا اتفهم ذلك لان الكل ينتظر هذا المشروع، لان المشروع مشروع مهيكل بالنسبه للترفيه السياحي في الجهه، الكل ينتظره. فكان رد الفعل بقدر اهميه المشروع. اليوم اريد ان اطمئن الجميع والمستثمر اولهم على ان المشروع هناك اجماع عليه والمشروع مهم، فقط يجب التاكد واش المشروع في المكان الذي يوجد يشكل خطر على رواده أم لا، والإجابة هي التي ستحدد ما المشروع. وشكرا. راديو بلس بلس كون راديو.